لا تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة حتى في المآسي والأحزان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية كنيسة اللقاء في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة لإنزال الرايات الفلسطينية. وكما نرى الآن في عدسة الكاميرا هنالك محاولة للاعتداء على الفلسطينيين الذين يأتون ليعزون ذوي الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة. يذكر أيضا بأنه تم استدعاء شقيقة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتحقيق من قبل مخابرات الاحتلال قبيل مواراتها الثرى يوم غد في باب الخليل بالقدس القديمة. هنالك حالة من التوتر الشديد وترقب لما ستؤول إليه الأوضاع يوم غد من مواجهات متوقعة، كون الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من التظاهر. أكثر من 50 فلسطيني يمنع من أن يشارك بالجنازات وتأدية هذه المراسيم، وهنالك توقعات أن تسفر هذه الحادثة إلى مواجهات يوم غد، كونه هنالك توقعات من أن يكون هنالك مشاركة واسعة من قبل الفلسطينيين وأن تكون الجنازة مهيبة للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة اخترقت رأسها وتفجرت في مخيم جنين. فمشتاوتي أرتي عربي، القدس المحتلة.